عالية سجلها الأساتذة في عملية التصحيح الأولى، علامات قد تصل إلى 20 من 20 في بعض المواد على غرار الرياضيات والفيزياء والعلوم التجريبية. سجلها الأساتذة خلال عملية التصحيح الأولى لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، على أن يبدأ التصحيح الثاني بداية من الثلاثاء القادم، وبعدها الإعلان عن النتائج النهائية، حيث صرح أساتذة أن العلامة 20 قد تحصل عليه العدد الكبير من التلاميذ وأن النتائج كانت حسنة إلى جيدة. وأكد الأساتذة أن ما ساعد أكثر هو سلم التنقيط الذي ساهم في إحراز هذه العلامات العالية والذي خدم التلميذ أكثر. أما أساتذة العلوم الطبيعية فقد صرح أساتذتها أن العلامات وصلت حتى 19 من 20 وبهذا تكون بين المتوسط والحسن والجيد. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك ليصلكم الجديد، وشكراً.